كلمة للسيد مقرر لجنة القطاعات الإنتاجية لتقديم تقرير اللجنة في الموضوعين، فليتفضل السيد مقرر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب محترمون، يشرفني باسم لجنة القطاعات الإنتاجية أن أستعرض أمامكم أمام مجلسكم الموقر التقرير الذي أعدته اللجنة بمناسبة دراستها لمشروعي القوانين. مشروع قانون رقم 16/07 يغير ويتمم بموجبية الظاهر الشريف بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1337 31 مارس 1919 بما تبنت مدونة التجارة البحرية. ثم مشروع قانون رقم 19/07 يغير ويتمم بموجبه الظاهر الشريف بما تابت قانون رقم 73255 الصادر في 27 من شوال 1393 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. وأود قبل كل شيء أن أنتهز هذه المناسبة للتنويه بالجو الإيجابي العام الذي تميز به إشغال اللجنة والمستوى الرفيع الذي اتسم به عرض السيد الوزير والمناقشة العامة لمرامي التي يراد تحقيقها من وراء إقرار المشروعين، وكذا المناقشة التفصيلية لمواد المشروعين، والتقدم بالشكر للسيد الوزير ومرافقيه على الشروح والتوضيحات التي تم التقدم بها سواء خلال العرض أو المناقشة أو أسئلة واستفسارات السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة المحترمين. لقد شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم 4 مارس 2010، وقد حرص كل من السيد الوزير ومرافقيه والسيدات والسادة النواب التأكيد على ضرورة اندراج مواد المشروعين في مواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من أي أضرار أو استنزاف قد تنتج عن استعمال مفرط للوسائل والتقنيات المحظورة، والحرص على اعتماد المقاربة الشمولية للقطاع والإجراءات والتدابير العلمية والعملية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والإحياء البحرية، وكذا المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات ومدد التوقيف والإسراع بإصدار مدونة والمطالبة بتوحيد وتحيين القوانين وتكاملها وضبط حدود الاختصاص ما بين وزارتي الصيد البحري والتجهيز والتعاطي مع البحر كمجال سيادي وجغرافي واقتصادي استراتيجي. وبعد المداولة فيما بين أعضاء اللجنة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية ونيط بها بإدخال التعديلات على مشروعي القانونين، حيث قامت هذه الأخيرة بتعديلهما وتصحيحهما للتخلص على الصيغة المتوافق حولها. وبعد أن عرضت اللجنة الفرعية الصيغة الجديدة لمشروعي القوانين التي وافقت لجنة القطاعات الإنتاجية على الصيغة كما عدلت بالإجماع وعلى مشروعي القوانين بالإجماع والسلام. شكراً سيد الرئيس. شكراً سيد مقرر.